ما حد قطيعة الرحم؟ أعني ما هي المدة التي إذا مرت دون زيارتهم كانت قطيعة رحم؟ ما في حد محدود. صلاة الرحم بالكلام الطيب ومواساة الفقير منهم والسلام رد السلام عليهم وبدأتهم السلام وإعانتهم على الخير، فلا هذا من صلاة الرحم. وقطيعة الرحم ما لها حد محدود، جفاؤهم الذي يعد خلاف المعتاد نوع من القطيعة، جفاؤهم من غير موجب شرعي، وعدم الإنفاق على فقيره والإحسان إليه، وعدم الشفاعة لمظلومهم حتى يوصل في ظلامته ونحو ذلك، قد يعد من القطيعة. فالقطيعة أمر عرفي والصلة أمر عرفي، فما معروف بين المسلمين الصلة والإحسان والاتصال والسلام والمعروف يعد صلة، وما كان بين المسلمين يعد جفاء ويعد قطيعة فكذلك. وليس المواصل كافي، هي مسألة بعض الناس إذا ما وصلها قائد ويصلهم يقول ما هم يصلون ولا يجوني ولا باصلهم، هذا غلط. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس الواصل المكافي، وإن الواصل الذي قطعت رحمه وصلها، هذا الواصل. وكذلك يقول صلى الله عليه وسلم لما قال رجل رسول الله إن لي قرابة أصلهم ما يقطعونني وأحلم عليهم ويترون علي وأحسن إليهم ويسيئون إلي، قال لئن كنت كما قلت لكان يصفه المل ولا يزال معك من الله عليهم ظهير حتى ما دمت على ذلك. فالله جل وعلا يعين عليهم ما دام على حاله طيبة، ويكون بهذا هو الواصل وهم القاطعون. أما إن وصلوا وصلتهم، إن قطعوا قطعتهم، لا، هذا ليس بصلة. حتى الأجنبي إذا وصلك تصله، الأجنبي اللي هو بقريب إذا وصلك وأحسن إليك عليك المقابلة والمكافأة، لكن الرحيم والقرابة لها حق زيادة على هذا، تصلهم وإن قطعوا تصل إليهم، ترد عليهم السلام، تبدأهم بالسلام، تدعوهم بوليمة، تجيب دعوتهم. ولو قطعوك لأنه يجب وحشة بينك وبينهم أو شحناء أو خصومات لا تقطعهم أنت، لكن لك أن تهجرهم ثلاثة أيام عند الوحشة والنزاع والخصومات لأجل الحظ الدنيا، لك أن تقطع أن تهجرهم ثلاثة أيام فقط، لا زيد على ذلك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا هجرة فوق ثلاث، فالواجب أنه يصله بعد الثلاث ويعود على حاله الأولى بعد الثلاث، ولا يهجر فوق ثلاث. وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، خير المتهاجرين الذي يبدأ بالسلام.